تكلمنا قبل الفاصل عن طرق كشف المولود وكيف نقدر نحدد جنسه. الآن طبعا راح ننتقل لموضوع جديد أو مشروع جديد طبعا للكشف عن الأمراض الوراثية كالصم والعمى والأشياء هذه اللي ممكن أنهم يتفادونها بإذن الله مع الأستاذة عقيلة السينان ماجستير استشارة الجينات الوراثية. حياك الله. حاليا طالبة ماجستير. هلا وسهلا. طالبة ماجستير. يلا هدفها الخير ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. عقيلة ابغى اسالك من وين جت فكرة هالمشروع وايش ابرز الادوار اللي هو يعني الادوار اللي فيه جينوم اسمه. جينوم صحيح. جينوم مشروع شبابي بدأنا فيه 2016. هدف المشروع هو تقديم خدمات أو فحوصات جينية للكشف عن الأمراض الوراثية. جميل. هدفنا الأساسي أن احنا ننشر الوعي أكثر في المجتمع عن الأمراض الوراثية. وما تكون فقط يعني عبارات أو شعارات أنه بنشر الوعي، لا، فعلا يكون في حلول جذرية. فاجتهدنا أنا والفريق أنه احنا تعاقدنا مع مختبرات عالمية ومختبرات محلية أيضا معتمدة حتى نساهم فوق ما أنه إحنا ننشر الوعي، نساعد فعلاً الأسر المحتاجة أو اللي تعاني من أمراض وراثية في الأسرة أنه كيف تتخطى المرض أو أنه تتفادى أو تتفادى تكراره لا سمح الله في الأجيال القادمة. جميل جداً. عقيلة، أنا أفهم من كلامك أنتوا أوريدي خلاص بديتوا في جينوم. أيوة بديت. يعني الآن مثلاً أي أحد ممكن يروح مختبر ممكن يقدر يطلب الفحص ده وينفحص له، صح ولا لا؟ صحيح. على حسب المرض نفسه وتقريبا احنا يعني صح نستقبل الحالات على طول دايركت، ممكن اي شخص يتصل فينا ويتاكد يعني يطلب الفحص او يطلب مساعده او يطلب استشاره، لكن ما نستغني طبعا عن الطبيب المعالج والطبيب المختص المتابع للحاله، فنكون احنا حلقه الوصل بين الطبيب وبين الشخص المريض. جميل. انتم بالمنطقه الشرقيه؟ صحيح. طب ايش انتم تقدمونها بس للاشخاص بالمنطقه الشرقيه ولا لا؟ حاليا تركيزنا على المنطقه الشرقيه بحكم وجودنا في المنطقه الشرقيه، بس يعني اكيد في بالنا ان احنا نتوسع اكثر وان شاء الله نوصل لجميع مناطق المملكه، يعني الاحتياج موجود في كل المدن. جميل. بس بما انه مشروع شبابي عقيله، ما توافقين رايي انه انتم اكيد كنتوا بحاجه الى دعم مادي؟ فعلا صحيح. طيب يعني كيف جاكم الدعم المادي؟ ما في دعم مادي للاسف، يعني احنا بدانا المشروع براس مال متواضع جدا. وعندكم كلكم؟ من عندنا كلنا، ويعني ما يعني صح انه في الاستشاريين من يعني الدعم ما هو مادي، في دعم معنوي، في دعم مساعدات، في استشارات، ممكن انه احنا نحول بعض الحالات اللي تكون فوق مستوانا او فوق قدراتنا، ممكن نحولها لاستشاريين اكبر في مستشفيات اكثر، نلاقي في دعم من الاطباء والاخصائيين، بالعكس يرحبوا بالموضوع ويستقبلوا الحالات، دعم معنوي. جميل. بس انه احنا ما ننتمي لاي جهه، يعني لا حكوميه ولا خاصه، احنا بس مجموعه جميل. شباب. جميل جدا. عقيله، انا كنت بسالك قبل الهواء انه الفحص ده قديش مهم، وانتم تحديدا كنتم مركزين على الناس اللي عندهم مشاكل في الصمم، انه يعني يكون الصم او عمي، وقلتي انه نقدر نعمل الفحص ده لو عملنا IVF. طب في بعض الناس ممكن مثلا تكون السيده ما تحتاج IVF، يعني حملها طبيعي، او مثلا تكون اوريدي حملت، او ممكن بس دكتوره غزل توضحي لنا IVF؟ اطفال الانابيب. أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب. طيب أطفال الأنابيب، هل هذا الفحص لازم لما السيدة تبغى تعمله طريقة الإنجاب تكون عن طريق أطفال الأنابيب، ولا ممكن تكون حامل بطريقة طبيعية وتقدر تفصل وتنحو الجين الوراثي ده؟ لا، هي صعبة أنها تكون بطريقة طبيعية، لازم ضروري ضروري بأطفال الأنابيب، لأنه هما إيش اللي بيصير أنه قبل ما تنزرع، يعني قبل ما يتم التخصيب في المختبر، يعني نفحص البويضة نفسها والحيوان المنوي، نتأكد أنهم سليمين، إذا كان الليميتيشن أو الطفرة الوراثية جاية من أي جهة، من الأم أو الأب، نتأكد أنها سليمة أو يعني صحيحة، الخلية نفسها مكتملة بدون هذا المرض الوراثي اللي احنا خايفين أنه يظهر في المولود. جميل. نتفادى، وبعدين يتم الزراعة في الرحم، وإن شاء الله أنها إنه يكون بيبي سليم بإذن الله إن شاء الله. طيب احنا عقيلة رح نتكلم في هذا الموضوع أكثر، وطبعا من نواحي طبية. تنضم معنا عبر الهاتف لميا إسباعي، مستشارة أمراض وأورام وراثية. أهلا وسهلا فيك أستاذة لميا. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يعني كنا قبل شوي بنتكلم عن الأمراض الوراثية اللي نقدر إحنا نفصلها نوعا ما عن الجنين، خصوصا إذا كان طفل أنابيب، بس لو نقدر نحدد أكثر إلى أي مدى الصمم والعمى الوراثي منتشر ويزداد بين للأسف الأزواج والأقارب.
طيب احنا عندنا الصمم الوراثي او ما يعرف بفقدان السمع الوراثي اللي هو يكون موجود عند الطفل منذ الولاده. نعم. بس نعم. ما يتم الكشف عنها الا متاخر اذا في حال تاخر النطق. كذلك العمى هو يكون موجود منذ الولاده ولكن لا يتم الكشف عنه. عاده الاحصائيات العالميه يمكن واضحه شوي في فقدان السمع الوراثي، ولكن في العمى الوراثي ما عندنا احصائيات واضحه عن نسبه الوراثه. بمعنى اللي يولدون وهم معاهم الجين ما في نسب واضحة، ما في نسب واضحة من منظمة الصحة العالمية. نعم. آخر تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية هالسنة يقول إن 35-45 مليون شخص في العالم مصاب بالعمى. نعم. وإنه 80% من هذه من عدد الحالات يمكن تفاديها، بمعنى أنها تكون ناتجة عن التهاب. فنحن نقول بالمقابل 20% تكون وراثية. نعم. في حالات الصمم أو فقدان السمع الوراثي 80% منها وراثي، يعني العكس. فحالات فقدان السمع في مرض فقدان السمع أغلبه وراثي. نعم. تمام. الآن إيش علاقة الوراثة سواء فقدان السمع الوراثي أو العمى الوراثي أو الأمراض الوراثية الأخرى في زواج الأقارب؟ بالضبط. زواج الأقارب إحنا الشخص يتشارك، إحنا طبعا الإنسان موجود عنده الحمض الوراثي أو الشفرة الوراثية، يتشارك الإنسان مع قريبه من الدرجة الأولى اللي هو الابن العم بنسبة 12.5% من جميع الحمض الوراثي. نعم. وهذا ينطبق على ابن العم، ابن العمة، ابن الخال، ابن الخالة كذلك. زواج الأقارب. اللي هو تقريبا ما يعرف زواج الأقارب. طب فهذا 12 جين الوراثي اللي متقارب من بعض أستاذة رمية، إيش ممكن يأثر؟ يعني ليه طبعا. سبب خلل؟ إيش هو مدى التأثير حقه لما يتم الزواج من ابن عم أو ابن خالة؟ تمام. هو مو 12 جين، بس للتوضيح هو 12% من كامل الجينوم، من كامل الحمض الوراثي التشابه. نعم. تمام. واحد من كل 8 جينات من كل 8 عفوا طفرات او متغيرات وراثيه نتشابه فيها مع ابن عم. نعم. ليش هذه المعلومه مهمه لنا؟ لانه لما تكون مثلا فيها في عائله او في شخص عنده تاريخ عائلي بمرض وراثي معين سواء العمى او فقدان السمع او غيره. نعم. فيكون نسبه انه يتشارك مع ابن عمه بنفس السبب المورث لهذا المرض اعلى، فتزيد جميل. احتماليه انه ينجبوا او يكون عندهم حمل مصاب بها بالمرض الوراثي. جميل. سواء عمى وراثي، عمى وراثي او غيره من الامراض الوراثيه. يعطيك العافيه استاذه رمية. نعم. يعطيك العافيه، شكرا لك، شكرا على التوضيح، يعطيك الف عافيه. نرجع لعقيله. عقيله، ابغى اعرف يعني كيف ممكن يتقدم لكم الدعم المادي علشان انتم تستمروا بهالمشروع، بما انه يعني انتم نقدر نقول خيري. صحيح؟ لا سوري بس اقطع كلامك. هو ما هو خيري، نقدر نقول انه احنا مؤسسه ربحيه لكنها تقدم خدمات لحلول مشاكل الناس. بس متى تاخذون يعني من الناس لما من الناس من الفحوصات؟ صحيح. ما حتاخذون فحوصات واشياء زي كذا؟ تاخذون. ايوه. مش خيري. لا ما خيري عشان كذا مش خيري. طيب كيف ممكن يدعمونكم؟ ايش الجهات اللي ممكن تدعمكم؟ ممكن تكملوا بهالمشروع لانه مشروع جدا جميل، خاصه ان انتم ممكن تاخذوا هالجين هذا وان شاء الله انه يختفي عن العوائل، خاصه العوائل اللي ينتشر فيها العمى وال يعني والصمم الوراثي. الوراثي يعني شيء مره مؤسف صراحه. بالضبط. كيف ممكن، ايش الجهات اللي ممكن تدعمكم؟ والله لو بيكون في اي جهه ممكن انها تتبنى المشروع او انه احنا ممكن اي يعني خلينا نقول مثلا مختبرات ممكن انه تفتح معنا يعني في الشرقيه. لو نلاحظ يعني مستشفيات معينه بس وبسيطه ما تسد حاجه المنطقه. صحيح. يعني في احتياج كبير جدا في المنطقه الشرقيه. نعم. يعني في اكثر مناطق السعوديه في احتياج، بس في المنطقه الشرقيه بالتحديد في يعني امراض كثيره منتشره بسبب الامراض مناطق الوراثيه. مناطق معينه في الشرقيه ولا ممكن تكون الشرقيه عامه؟ في الشرقية عامة، بس يعني حتى صاروا معروفين حتى عوائل معينة انه عائلة الفلانية منتشر فيها المرض الفلاني. أوكي. وحتى الناس اللي ما هي مختصة بس الناس بين بعضها عارفة هذا الشيء. أوكي. من كثر ما انه منتشر الموضوع. أسف. فاحنا قاعدين نتطور في جينوم، بس زي ما قلتي لو في انه دعم مادي ممكن انه نتطور اكثر. انه انتم بتقويكم اكثر. اكيد طبعا يعني يساعدهم. ايوه بيتفرعون بدا الموضوع اكثر. بالضبط. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. ليش لا؟ ان شاء الله من برنامجنا باذن الله يلقون الدعم، خاصة هم شباب يعني. عقيلة اسمها شرفتينا ونورتينا، شكرا لك انت وزملائك على هذا المشروع، وان شاء الله من نجاح الى نجاح اخر. شكرا لك. شكرا.
قبل فترة غطينا من برنامج سيدتي وحصريا عملية تجهيز فصل التوأم السيامي شيخة وشموخ في مستشفى الملك عبد الله التخصصي وبقيادة الدكتور عبد الله الربيعة. واليوم كمان حصريا رح نقول لكم عملية فصل التوأم السيامي وآخر التطورات فيها. نتابع التقرير.